بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبي إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. مشاهدينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة أقدمها لحضراتكم وأنتم معنا ومن على شاشة قناة المعارف الفضائية في حلقة جديدة من برنامجكم على خطى الأبرار. موضوع الحلقة لهذا اليوم هو أشد الذنوب ما استهان به صاحبه، هذا هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم، وهذا العنوان هو نص حديث شريف لأمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة. أعزائنا المشاهدين، إن اقتراف الإنسان للذنب وتجرؤه على المولى سبحانه وتعالى يأتي من أسباب عديدة، أهمها هو جهل الإنسان بعظمة خالقه وعدم إدراكه لعظم النعم التي أولاها إياه، وكذلك عدم شعوره بعواقب هذا الذنب. والأعظم من اقتراف الذنب هو استهانة صاحب الذنب بالذنب نفسه، لأنه قد جمع بين فعل الذنب وفعل ذنب آخر، وهو الاستهانة بما لا يستهان به، لأن الصغير منها كبير والحقير منها عظيم، كما أنه كاشف عن منتهى تجري صاحبه وعدم مبالاته بأحكام الله تبارك وتعالى وأوامره ونواهيه، فيكون أشد من الذنب وإن كان ذلك الذنب صغيرا. مشاهدينا الكرام، أترككم الآن مع ضيوفي الكرام ليتحدثوا عن هذا الموضوع المهم، ثم أعود إليكم مرة أخرى. خلق الإنسان ضعيفا، الإنسان يقع في الذنوب، حتى الإنسان المؤمن للأسف، ويتساءل الكثير لماذا يقع في الذنب مع أنه يؤمن بالله عز وجل ويؤمن بالمعاد، يعلم بأن هناك جنة للمطيعين وأن هناك عذابا ونارا للعاصين، ومع ذلك يقع للأسف في الذنب. الأسباب كثيرة ومتعددة، منها الغفلة. الإنسان إذا غفل عن الله عز وجل يقع، ويعتقد قلبه بالله ولكن يغفل هذا القلب، فإذا غفل يقع، وإذا كثرت الغفلة يموت أصلا القلب، القلب يموت بسبب الغفلة عن الله عز وجل. عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه: دوام الغفلة يعمي البصيرة. وعنه: من غلبت عليه الغفلة مات قلبه. فإذا من أسباب ارتكاب الذنوب وكثرتها لدى المؤمن غفلته، هذا شيء. شيء آخر: عادة، يتعود على بعض السلوكيات فلا يستطيع أن يتجاوزها. عن الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه: العادات قاهرات. العادة تقهر الإنسان فيحتاج إلى جهد جهيد في مواجهتها، فإذا تعود على شيء ليس من السهل تركه فيرتكب الذنوب حتى مع إيمانه بالله عز وجل. لقد وضع الله سبحانه وتعالى ضابطة للبشر لكي يتصرفوا من خلالها، ألا وهي الشرع المقدس، فبين ما هو حلال وما هو حرام، وحلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة. إذن عندما نريد أن نتخذ ميزانا لأجل أن نزن فيه أعمالنا وتصرفاتنا وسلوكنا، يجب أن يكون هذا الميزان منطبق على ما جاء في الشريعة المقدسة. بعض الناس مع الأسف يكون ميزانهم هو المجتمع، فما يفعله المجتمع ويستحسنه المجتمع يكون مستحسنا عندهم، وإن كان المجتمع يرتكب فيه ارتكاب للذنوب وارتكاب للمعاصي، وهناك استهانة بهذه المعاصي بحيث يراها أمرا عاديا. وهذا الموضوع موضوع خاطئ تماما، حيث أن الفرق ما بين الإيمان والنفاق هو
إحساس المؤمن بالمسؤولية وإحساس المؤمن بالذنب تجاه ما يفعله وتجاه سلوكه وتجاه أقواله وأفعاله. وقد ورد في الحديث عن أهل البيت عليهم السلام أن المؤمن يرى ذنوبه أو يرى ذنبه وكأنه جبل يهوي عليه، والمنافق يرى ذنبه وكأنه ذباب طار عن أنفه. فإذا الإنسان المؤمن لا يستصغر الذنوب، لأن المجتمع لا يرى بأنها ذنوب أو يرى بأنها أمور مستحسنة، وإنما يتعامل مع الذنوب بكفة واحدة أو بصورة واحدة، من ناحية أنه ينظر أنه يعصي الله عز وجل وليس أنه ينظر إلى مقدار الذنب الذي يرتكبه. فخشية الله وهيبة الله سبحانه وتعالى في قلب المؤمن هي التي تمنعه من ارتكاب الذنوب، وليس نظرة المجتمع الذي يصنف ويبعض هذا الذنب هو مستحسن وهذا الذنب هو أمر كبير وعار وذنب كبير ويجب ألا يرتكب. هناك بعض الناس يستصغرون الذنوب واللمم من المعاصي فيقول هذا ذنب لا ينظر إليه الله، وهذه معصية يتجاوز عنها الله سبحانه وتعالى. أنت أيها المؤمن لا تنظر إلى حجم المعصية إلى صغرها كما جاء وورد في الحديث، لا تنظر إلى صغر المعصية، إنما انظر إلى من عصيت. أنت عصيت الله، عصيت الخالق المفضل المنعم الرحمن الرحيم. نعم، إن المؤمن ليرى ذنبه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه مهما كانت صغيرة. لذلك الشاعر يقول: دع الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى، واصنع كماش فوق شوك الأرض يحذر ما يرى. الذي يمشي على الأرض الذي يطفو عليها الشوك يمشي على أطراف أصابعه. واصنع كماش فوق شوك الأرض يحذر ما يرى، لا تستحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. ذنب هنا وذنب هناك، معصية هنا ومعصية هناك، تصبح جبلا كبيرا من المعاصي والذنوب. أيها المؤمن اتق الله في كل شيء، في الصغير قبل الكبير. لا تنظروا إلى صغير الذنب، ولكن انظروا إلى ما اجترأتم. هذا في الواقع يعطينا مسألة مهمة في ضرورة تعامل العبد مع الله سبحانه وتعالى، وهو مسألة أن الإنسان عليه أن يستشعر العبودية لله والطاعة لله والخوف من الله والخشية من الله في كل حدود الله وفي كل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. فلا يقولن أحد إن هذا الذنب صغير والله يغفره لي، وهذا الذنب ليس به بأس، وهذا أمر يمكن أن يغتفر ولا إشكال به. لا، هذا أمر عظيم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعصى وهو الذي يجترأ عليه في هذا الذنب. من هنا هذه الوصية وهذا الأمر وهذا الاجتراء على الذنب هو الذي يجعل الإنسان في حالة من الجرأة ومن التعدي على حدود الله سبحانه وتعالى، حيث إن هذا الأمر يؤدي به في المآل وفي النهاية إلى أن يرتكب الذنوب العظام والذنوب الكبيرة. وهذا أو ربما يقترف أمورا لا يمكن أن يخرج منها أو يخرج وهو
مذنب ولا يغفر له نتيجة هذا الأمر. الإمام الصادق عليه السلام يقول اتقوا المحقرات من الذنوب، لأن الإصرار على الذنب مهما كان في نظرنا صغير هو في الواقع يؤدي إلى أن هذا الذنب يكون من الكبائر، لأنه هو ليس الذنب بحد ذاته هو الذي ينظر له الله سبحانه وتعالى، وإنما ينظر إلى صفة الجرأة على مقامه، بأنه أنت تعرف بأن هذا الشيء حرام ومعصية وتتجرأ على مقام الله عز وجل وتقوم بارتكابه. إذن يجب أن يكون موازيننا لأعمالنا وسلوكنا هو ميزان الشرع الأقدس. أمير المؤمنين عليه السلام ورد عنه أنه لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى من عصيت، لأن الله سبحانه وتعالى حينما يجترأ عليه في الصغار في الصغائر ربما يجترأ عليه في الأمور الكبيرة، وإذا هتك الإنسان حدود ما ألزمه الله والحدود بينه وبين الله أمكنه أن يجترئ على أعظم من ذلك. وهذا الأمر إن شاء الله يجب أن يكون من الأمور التي يحافظ الإنسان المؤمن عليها ولا يتعدى هذه الحدود، حتى لا يكون موجبا ومحلا لسخط الله سبحانه وتعالى. مشاهدينا الكرام، إن للاستخفاف بالذنوب أنواعا، منها احتقار صغائر الذنوب، ومنها التهاون في العبادة، ومنها التهاون في أكل المال الحرام ولقمة الحرام، ومنها التهاون في عباد الله. وفي الحديث الشريف من استخف بفقير مسلم فلقد استخف بحق الله تبارك وتعالى، والله يستخف به يوم القيامة إلا أن يتوب. والذنوب والمعاصي لها آثار خطيرة في الدنيا والآخرة، منها تورث الغفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى، ومنها قساوة القلب وإسوداد القلب أيضا، ومنها أيضا الخروج من ولاية الله والدخول في ولاية الشيطان، ومنها أيضا أنها طريق إلى ارتكاب الكبائر، ومنها إهانة الله له وافتضاحه يوم القيامة. إلهي ألبستني الخطايا ثوب مذلتي، وجللني التباعد منك لباس مسكنتي، وأمات قلبي عظيم جنايتي، فأحيه بتوبة منك يا أملي وبغيتي، ويا سؤلي ومنيتي، فوعزتك ما أجد لذنوبي سواك غافرا، ولا أرى لكسري غيرك جابرا، وقد خضعت بالإنابة إليك وعنوت بالاستكانة لديك، فإن طردتني من بابك فبمن ألوذ، وإن رددتني عن جنابك فبمن أعوذ، فوا أسفاه من خجلتي وافتضاحي، ووا لهفاه من سوء عملي واجتراحي. في حديث عن مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال أشد الذنوب ذنب استهان به صاحبه، أو في رواية راكبه. ويقول عليه السلام أن أشد الذنوب عند الله تبارك وتعالى هي تلك الذنوب التي يستخف بها صاحبها، والمقصود بذلك أن هذه من الأمور التي يقع فيها الكثير من العباد لا سمح الله، وهي أنه يرى أن هذا الذنب صغير، وأن هذا الذنب ليس له هذه المضاعفات الكبيرة. وهذا من الخطأ في التربية الإسلامية، فإن النبي وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أدبونا وربونا
أن الإنسان لا يستهين بأي ذنب كان صغيرا أو كبيرا. والمشكلة فيما يستهان به من الذنوب أنه يورث الإنسان قساوة القلب، وأنه يوصل الإنسان بعض الأحيان إلى حالة من انتهاك المحارم التي حرمها الله تبارك وتعالى. ولذلك الإنسان المؤمن هو دائما في حالة مراقبة، أي ذنب يرتكبه صغيرا كان أو كبيرا هو يشعر بالندامة، لا يتهاون بأي ذنب سواء كان صغيرا أو كبيرا. النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم يقول: ألا لا تحقرن شيئا وإن صغر في أعينكم، فإنه لا صغيرة بصغيرة مع الإصرار، ولا كبيرة بكبيرة مع الاستغفار. أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه أيضا يقول: لا تحقرن صغائر الآثام فإنها الموبقات، ومن أحاطت به محقراته أهلكته. لذلك الإنسان المؤمن عندما يستخف بذنب قد يوصل إلى أنه أعان نفسه على الهلكة. دائما الإنسان المؤمن مراقب ومتأمل، أي ذنب عليه أن يقتلع عنه وأن يبتعد عنه إن شاء الله. دائما نقول علينا أن لا ننظر إلى صغر الذنب الذي ارتكبناه، بل أن ننظر إلى من أذنبنا. الله سبحانه وتعالى أراد من الإنسان أن يكون هذا الإنسان الكامل الذي يسعى نحو الكمال، ولذلك لابد الالتفات إلى أن صغار الذنوب التي من الممكن أن نستهين بوجودها، نستهين حتى بأثرها، يمكن أن تعيق الإنسان من وصوله إلى مدارج الكمال. المشكلة دائما تكمن في كيفية نظرنا إلى حجم المعصية، هل هي صغيرة أم كبيرة. بغض النظر عن أن الإسلام صنف هناك ذنوب كبيرة وذنوب صغيرة، إلا أنه دائما كان يشير إلى أن الاستهانة بالذنوب الصغيرة ممكن أن تسبب يوم بعد يوم تراكمات، وتؤدي هذه إلى معاصي كبرى. إذن علينا أن ننظر إلى من عصينا لا ماذا فعلنا. هذه الفكرة إذا تم تكريسها في كل أمور حياتنا يمكن أن نلاحظ صغار الأمور التي قد تسبب شخصية غير سوية وغير مؤمنة، يمكن أن تؤدي فيما بعد إلى ذنوب كبيرة وإلى معاصي كبيرة، ويصبح العلاج حينها من الأمور الأصعب. أشد الذنوب ما استخف به صاحبه، وهذا الأمر في الواقع يمكن أن يؤدي بنا إلى أمر، ويقذفنا إلى أمر، ويرشدنا إلى أمر مهم، حيث نقل الكراجكي في كتابه في كنز الفوائد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله كتم ثلاثة في ثلاثة، كتم رضاه في طاعته، وكتم سخطه في معصيته، وكتم وليه في خلقه. فلا يستخفن أحدكم شيئا من الطاعات، فإنه لا يدري في أيها رضا الله سبحانه وتعالى. ولا يستقلن أحدكم شيئا من المعاصي، فإنه لا يدري في أيها سخط الله. وهذا هو موضع الشاهد، لأن الله سبحانه وتعالى كتم غضبه في أي معصية وفي أي حرام وفي أي ذنب من الذنوب التي يمكن أن يقترفها الإنسان. فربما يقترف الإنسان ذنبا ويعتبر أن هذا الذنب أمر بسيط وأمر عادي وأمر لا يمكن أن يحاسب عليه الله سبحانه وتعالى، لكن ربما يكون هذا الذنب في أثره وفي خطورته وفي بعد الإنسان عن الله هو المثير لغضب الله، وهو المستحق والموجب أن يعاقب الإنسان وأن ينال سخط الله وغضب الله سبحانه وتعالى. الذنب، أعاذنا الله وإياكم أعزائي المشاهدين من الذنوب. ما هو الذنب؟ لماذا بعض الذنوب يستهين بها الإنسان؟ لماذا يجعل هذا الذنب في عين صغيرة ولا يحاول أن يتوب منه؟ لماذا؟ أهم سبب يجعله يفعل ذلك هو وسوسة الشيطان الذي يسوف له عمل الذنب،
ويقوله سوف تتوب بعد حين، سوف تحظى بالتوبة، وننسى أن فقط الاستهانة بهذا الذنب هو في حد ذاته ذنب أكبر. أفضل ما يعين الإنسان على مواجهة الذنب والفرار منه هو استحضار عظمة الله عز وجل، فإن ذكر الله شفاء للقلوب كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في رواية أنه من عمر قلبه بدوام الذكر حسنت أفعاله في السر والجهر. إذن ذكر الله عز وجل القلبي ليس الذكر اللساني، الذكر اللساني يجتمع مع الغفلة ومع المعصية، لكن الذكر القلبي إذا كان القلب ذاكرا، الروح النفس ذاكر الله عز وجل، فإنها يحسن أفعالها في السر والخلوة كما في الجهر، فهذا أول ما يعين الإنسان على مواجهة الذنوب. أيضا مما يساعده ولعله في رتبة أخرى هو استحضار الآثار السلبية للذنوب، إذا استحضرها، إذا التفت لها، إذا عرفها، فإن نفسه تزهد في هذه الذنوب. استخفاف الإنسان بذنبه وبالذنب الذي يقوم به هو هذا الاستخفاف، وحالة الاستخفاف واحتقار هذا الذنب هي بذاتها حالة تبعد الإنسان عن الله سبحانه وتعالى وتوجب سخط الله سبحانه وتعالى. لذا على الإنسان المؤمن والمسلم والمحافظ أن يلتفت إلى أن صغار الذنوب ككبائرها، وأن المعصية لله سبحانه وتعالى ربما توجب غضب الله وسخطه، وربما تؤدي به إلى نكران وإلى الطرد من رحمة الله وإلى العذاب الدائم. وفي الختام مشاهدينا الكرام، نؤكد على أهمية اجتناب الذنوب صغيرها وكبيرها، ولا نتهاون بأي ذنب صدر منا ولا نستخف به، بل سرعان ما نندم عليه ونطلب من الله سبحانه وتعالى التوبة والغفران. مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة لهذا اليوم من برنامجكم على خطى الأبرار، وأيضا أشكر ضيوفي الكرام الذين كانوا معنا في هذه الحلقة، وأشكر السادة المشاهدين المتابعين لنا، أشكرهم على طيب المتابعة وحسن الإصغاء، وحتى الملتقى معكم في حلقات أخرى من برنامجكم على خطى الأبرار. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I know.